بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء وخلصنا إصحاح 6. فكركم إصحاح 6 يتميز أنه فيه رؤية أشعياء، أول مرة نسمع أنه شايف المسيح بعينيه. إصحاح 6 شاف الملائكة السرافيم، سمع تسبحة أجيوس، فكل الحاجات اللي احنا واخدينها في القداس دي مرتبطة بأشعياء 6. في نفس الوقت في إشارة دقيقة عن سر التناول، لأنه الملاك خد جمرة من على المذبح ومس بيها شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وبعدين سمع صوت المسيح بيقول من أرسل، من يذهب من أجلنا؟ فقال له ها أنا ذا أرسلني. قال له روح لشعبك وقل لهم سمعا تسمعون ولا تفهمون، بتشوفوا بعينيكم وما بتفهموش، الشعب غليظ وإيه والقلب صعب ويعني ما فيش فايدة فيكم. أشعياء تأثر من الكلام اللي هيقوله، فقال له طب إلى متى أيها السيد؟ لغاية إمتى هيفضلوا كده عينيهم مقفولة ودانهم مقفولة؟ قال له عارف البطمة والبلوطة لما تتقطع بيبقى لها ساق صغير، الساق الصغير ده هيجي يوم يكبر ويرجع شجرة تاني. يعني اداله رجاء بعد ما كانت الرسالة ممتلئة يعني بالأسى إنه هذا الشعب ما فيش فايدة فيه. وفعلا ده اللي حصل، إنه الشعب اليهودي إلى زمن المسيح 800 سنة بعد أشعياء ظل في عناده وفي غلاظة قلبه إلى أن صلب المسيح له المجد وترك بيته خرابا ولم يعد شعب الله. ثم ظهرت بقية باقية اللي هم أبائنا الرسل، بدأوا كنيسة العهد الجديد وصارت شجرة ضخمة تتآوى فيها طيور السماء. قال له كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا. كلام ده كان سنة وفاة عزية الملك. برضو اللي متابعين معنا من الأول، بدأت نبوة أشعياء بكلمة رؤية أشعياء التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويوثام وأحاز. هتعدي الأيام وهننتقل إلى ملك آخر برضو في حياة أشعياء. إذن النبوات والرؤى كان لها علاقة بالأحداث. إحنا قلنا الرؤية دي شافها لما كان عزية لسه ميت، وعزية مات موتة مش حلوة، موتة مغضوب عليه لأنه أصيب بالبرص بسبب أنه دخل على هيكل ربنا، يعني ادعى لنفسه الكهنوت. فمع الغضب ده كان أشعياء متأثر جدا، ومن هنا شاف الرؤية اللي عزته. حدث في أيام أحاز ابن يوثام. يبقى فيه الأول كان عزية أو عزرية وبعدين يوثام وبعدين أحاز، والثلاثة الحقيقة مش كويسين بس أسوأهم أحاز. فأحاز ده بقى كان من أسوأ الملوك اللي عدوا على يهوذا. واحد عبد الأوثان وقدم ابنه للنار زي ما بيعملوا الوثنيين ذبيحة، وجاب استورد الآلهة بتاع دمشق عشان اليهود يعبدوها، ويعني لخبط الدنيا خالص. فإصحاح 7 برضو زي ما إصحاح 6 له علامة مميزة اللي هي رؤية أشعياء للمسيح في مجده. إصحاح 7 فيه النبوة المشهورة بتاعت هل عذراء تحبل وتلد. بس قبل ما نسمع النبوة دي عاوزين نعرف الحكاية، كانت إيه القصة الأول؟ هحكي لكم الحكاية وبعدين نقراها. بسبب أن أحاز ده كان إنسان مستهتر وبعد عن ربنا تماما، حاصرته قوتان. جاله فقح بن رملية ملك إسرائيل، وابتدى ياخد من أرض يهوذا ويعتدي على بلاد يهوذا. فبقى من الشمال من ناحية إسرائيل، ما هو إسرائيل ويهوذا دول أعداء دلوقتي، فملك إسرائيل تعبه. المصيبة الأكبر جه ملك آرام، آرام اللي هي زي سوريا، ملك آرام ابنه اسمه رصين، وبدأ برضه هو يعتدي على بلاده وخد 120 ألف مزبي من شعب يهوذا. فهو أصبح يعني مخنوق بين ملكين، وهو كشعب مش شعب قوي، شعب يهوذا كان شعب ضعيف بعد التمزق اللي حصل بين يهوذا وإسرائيل. يهوذا سبط ومعاه بقايا بنيامين،
والاثنين والباقيين 10 أسباط بتوع إسرائيل وملوك أرام بقى وأشور وبابل ومصر، كل دي بلاد أقوى. ففي الوقت ده الاثنين اتفقوا عليه عشان يحاصروه ويبيدوا بلاده خالص. طبعا الطبيعي يحصل ايه؟ ان لو كان ده عنده الهيكل، لسه هيكل سليمان في بلده، كان يروح الهيكل ويصلي زي ما هنقابلها لسه في حياة حزقية. بقى الجيل اللي بعد كده هيجي حزقية، الملك هيعمل الصح، مفروض يصلي، مفروض يبعت لأشعياء النبي، مفروض يعني يعمل أي حاجة روحية، يأمر بصوم مثلا للشعب، كل ده كان يحل. إنما هو كل تفكيره راح في إيه؟ راح في أشور، بما أن في قوتين ضده أرام وإسرائيل، فكر في قوة أخرى عظمى اللي هي أشور، والأشوريين كانوا فعلا عمالين يتقووا، وهم اللي إيه؟ يعني أقوى إمبراطورية وقتها. أشور دول شمال العراق، أرام دول سوريا، إسرائيل دي اللي هي فلسطين في الشمال دلوقتي. ففكر يحتمي في أشور وبعت له. طبعا الأشوريين ما يصدقوا يدخلوا البلاد دي عشان يحتلوها برضو. فأشعياء زعل جدا، إزاي الراجل ده لم يلجأ لله ولجأ للأشوريين؟ فهم كمان قالوا طب نلجأ إحنا لمصر وتبقى حرب عالمية بقى. وقتها مصر كانت قوة وأشور قوة، وبعدين في أرام وفي إسرائيل، وبقت يهوذا دي اللي غلبانة اللي في النص اللي تتاكل أكل يعني. ففي الوقت ده كانت السياسة ملخبطة آخر لخبطة. تعالوا نقرأ الكلام. حدث في أيام أحاز ابن يسام ابن عزية ملك يهوذا أن رصين ملك أرام صعد مع فقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربته، فلم يقدر أن يحارب. يعني الغريب انه على قد ما كسب ارض، لكن عنده اورشليم بالذات، لان اورشليم دي ايه؟ مبروك، فيها هيكل ربنا، وفي وعد من ربنا لداود انها مش بالسهل تروح، وان اولاد داود برضو يفضلوا فيها. ما هو ده يعتبر من حفد داود على كل الشر ده، لكن ده يعتبر من نسل داود، لان كل ملوك يهوذا استمروا امتداد لسليمان ورحبعام وهكذا. فلم يقدر ان يحارب. وأخبر بيت داود وقيل له، بيت داود اللي هم جماعة بتوع يهوذا يعني، قد حلت آرام في إفرايم. إفرايم هي العاصمة الكبرى لمملكة إسرائيل، أو أقوى شعب في إسرائيل كان شعب إفرايم. ما هو إفرايم سبط من الأسباط، لكن ساعات يتقال مملكة إسرائيل وساعات يتقال إفرايم، يبقى إفرايم هي زيها هي إسرائيل برضو. إنما هنا قال إيه؟ حلت آرام في إفرايم، يعني اتفقوا عليك، لأن الآراميين دول ما هماش يهود، لكن اتفقوا مع الجماعة اليهود عشان يبقوا الاثنين ضدك. فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. قلبه بقى ترعش لما سمع أنه بتوع آرام مع بتوع إسرائيل عليه، تصور أنهم هيذبحوهم كلهم وأن يهوذا ستبات تماما. ومن الناحية المنطقية مع حق، الشعوب دي ما بترحمش، وهي شعوب وثنية كلها، ولأن هو أساسا عايش في الوثنية ففكره كله بعيد تماما عن ربنا، فعارف كده دي لغة الشعوب قديما يعني. رجف قلبه كركفان شجر الوعر قدام الريح، بقى يعني مرعوب بطريقة غريبة، لأن ده عارفين احنا اتفقنا أشعياء أسلوبه أدبي شوي، يعني لا يخلو عرضه من أحداث تاريخية، لكن هو بيعرض له يعني في الأدب شوي، فيدي تشبيهات كده. كان عندهم لما تيجي ريح شديدة قوي تلاقي شجر الوعر بيعمل كده، فلما يجي وصفه واحد مرعوش كده ومرعوب كشجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لأشعياء اخرج لملاقات أحاز، اطلع قبله. ليه؟ أحاز بقى واخد عساكره وطالعين قال يأمنوا البلد، مستعدين للحرب، فيطلعوا عند المية، لأن موضوع المية ده بالذات في الوقت ده كان مهم جدا، لأن لو اتقطعت المية عن أي بلد البلد دي تنهار، فلازم يغيروا مجرى المية بحيث ما يقعش في يد الأعداء. فطالع أحاز مع القادة بتوعه عشان يدرسوا موضوع تغيير اتجاه النهر ده اللي بيغذي أورشليم عشان يجهزوا للحرب. اخرج لملاقات أحاز أنت وشأر يا أشوب، شأر يا أشوب ده ابن أشعي ابنك، إلى طرف قناة البركة العليا
إلى سكة حقل القصار، مناطق في أورشليم يعني. فاداله الوصفة بالضبط اللي يطلع يقابل فيها أحاز. وقل له، فاكرين لما كان إيليا يواجه أخاب؟ حاجة شبه الموقف كده، لما ربنا بعت إيليا يواجه أخاب كذا مرة. هنا إشعياء في مواجهة أحاز، ونفس الكلام، صوت ربنا وصوت بقى إيه الشيطان والمنطق والتفكير البشري. احترز واهدأ. بصوا الرسائل الروحية جميلة إزاي. إيه الكلام اللي ربنا بعته مع إشعياء لأحاز؟ قال له وصيتين مهمين قوي، احترز واهدأ. عارف لما تقول لواحد استهدى بالله شوية، يعني إيه؟ اهدى بقى شوية كده، بلاش شغل الرعب ده، فكر بالراحة. هل أنت هتقدر على دول لوحدك؟ طب وإيه الشعوب اللي أنت هتلجأ لها دي؟ مش ده شعب الله، وهو ربنا أثر مع شعبه، مش ربنا المسؤول عن الشعب ده؟ يا أخي صلي، طب اطلب من ربنا، طب اعمل صوم، اعمل أي حاجة روحية. فهنا كلمة احترز، احترز من الخطوة اللي انت ناوي عليها، اللي خطوة ايه؟ اللجوء لأشور، لأن دي بتزعل ربنا جدا. لما الواحد يتكل على ذراع بشر في قمة مشاكله، ربنا يصعب عليه. يا ابني انت مش ابني، بتروح للغريب ليه؟ وانا مت، مش انا ابوك وانا مسؤول عنك وانا قصرت معاك؟ ليه تفكر بالطريقة دي؟ ليه تروح بره؟ ليه تتكل على بني آدم مهما كان؟ ملعون من يتكل على ذراع بشر. فقال له احترس. يعني لغاية كده انت عمال تلخبط يا أحاز، ودخلت الوثنية وعبرت ابنك في النار وعملت الممارسات الوحشة اللي بتغضب ربنا، لكن الخطوة اللي جاية أسوأ وأسوأ. كونك تدخل الأشوريين يهوذا، يبقى ده خراب يهوذا كمان. واهدأ يعني ايه؟ اهدى عشان تعرف تفكر، اهدى عشان تعرف تصلي. فقال له احترز واهدى، لا تخاف ولا يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين. يعني ايه؟ هو طبعا شايفه بيرجف مرعوب، فبيقول له ما تخافش، ما يضعفش قلبك قدام الاثنين دول اللي عبارة عن ايه؟ شعلة مدخنة، اللي هم مين؟ ملك أرام وملك إسرائيل. ما هم دول بقى ايه؟ فردين عضلاتهم. واحد اسمه فقح ابن رملية، مش لازم تحفظوا الأسماء، اللي هو بتاع إسرائيل، والتاني راسين ده بتاع أرام. قال له دول في نظري شعلتين مدخنتين. عارفين لما الشعلة تدخن يبقى غالبا قربت تطفي، فيعني الموضوع ما يستاهلش خالص القلق اللي عندك ده. دول يطلعوا ايه دول يعني قدام ربنا؟ فبيقول له لا تخف ولا يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين. الهم بتاع اسرائيل والهم بتاع ارام ده ما يصحش انك تضطرب امامه ابدا. برضو هنا اربع وصايا، صدقوني قبل ما نعدي الجزء ده بس عاوز اركز عليهم. احترز، اهدى، لا تخف، لا يضعف قلبك. اربع كلمات حلوين قوي ونحتاجهم طول الوقت. احترز، احترز لألا في لحظة قلقك تاخد قرار غلط. احترز لحسن تندفع وتتكل على زرع بشر. احترز لألا تكذب عشان تنقذ نفسك وتبقى بالكذبة بتغرق نفسك. احترز لحسن تكون هتعمل حاجة تبعدك عن ربنا تماما وتنهي فرص توبتك. اهدى، المهمة برضه، اهدى عشان تكتشف تاني ان ربنا لسه معاك، وربنا بعت لك نبي يتكلم معاك. يعني لسه في امل يا احاز، مهما عملت من لخبطه، كون ربنا بعت اشعياء يبقى ممكن تقول انا اسف وغلطت وتتصلح الدنيا. فاهدى عشان تشوف، اهدى عشان تفكر كويس، اهدى عشان تراجع اللي قبلك عملوا ايه فتشوف الصح من الغلط. ما تخافش، برضو وصيه مهمه قوي، ما تخافش، لانك مع الخوف تفقد الايمان، ولو خفت مش هتتصرف صح ابدا. ولا يضطرب قلبك، الاثنين شبه بعض، عشان كده المسيح ليله صليبه كان يقول لتلاميذه، قال لهم مرتين لا تضطرب قلوبكم، مرتين قال لهم الكلام ده وما عرفوش يعملوها فخافوا وجريوا لحظه ما مسكوا المسيح. يجوز الوحيد اللي سمع الكلمه ودخلت قلبه كان يوحنا الحبيب، فظل صامتا وثابتا وكمل لغايه تحت الصليب، لكن هو كلهم اتقال لهم لا تضطرب قلوبكم.
مرتين على الأقل ليلة صليب. لا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين المدختين. أحبائي، لما الواحد فينا بيهدى وبيطرد الخوف من جواه، المنظر بيتغير قصاده. عارفين تبقى حاجة ضخمة جدا لما بتهدى كده تلاقيها بقت قد كده. هي مشكلة، مشكلة، بس حجمها ايه المشكلة؟ وانت مرعوب وخايف المشكلة ضخمة وملهاش حل، وبتصرخ ومسربع وحالتك حال. اول ما بتهدى خالص وتفكر بطريقة مظبوطة تلاقي المشكلة كشت خالص وبقت قد كده، وديتها تحطها عند ربنا وخلاص، موضوع بسيط. احترز واهدأ، لا تخاف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الايه؟ شعلتين مدخنتين. يطلعوا ايه يعني؟ شعلتين مدخنتين. يا ما عدى ملوك قبل كده وكلهم راحوا، ملوك يهوذا وملوك اسرائيل وملوك ارام، كل دول يعني عند ربنا كالعصافة. العصافة يعني الرزاز كده، او قشر الفول، او قشر البذور عموما، حاجة كده ملهاش قيمة خالص يعني. ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب راسين وارام وابن رملي. راسين وارام دول يعني فريق. ما هي راسين وارام منه ارام، ما هو راسين ده ملك ارام، وابن رملي اللي هو فقح ابن رملي اللي هو عن ملك اسرائيل. بس بحمو غضب ليه قالها كده؟ اصل انتوا عارفين اللي عاوز يخوف واحد تلاقيه علي صوته ويهدد ويبالغ عشان يرعب اللي قدامه، طول ما اللي قدامه خواف. فقال له دول بتوع كلام، دول ايوه سخنين بقى وبيبالغوا وبيقولوا لك هنعمل وهنقطعك وهنسوي، بس انت بس تقول لي ادخل يا رب في الموضوع والموضوع يخلص، يعني الموضوع ما يستاهلش ده كله. فقال له دول شعلتين مدخنتين بحمو وغضب، مدخنين بغضب الناس دول، لكن دول ولا حاجه. لأن آرام تآمرت عليك بالشر مع إفرايم. يعني ربنا عاوز يقول له هو أنت فاكرني مش عارف؟ ما أنا عارف اللي بيحصل. أيوة أنا عارف إن آرام تآمروا مع إفرايم. إحنا قلنا إفرايم يعني إسرائيل عشان ما نتلخبطش في كتر الأسماء. آرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رملية قائلا. ابن رملية اللي هو ملك إسرائيل. نصعد على يهوذا ونقوضها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبئيل. هم عشان يرعبوه أعلنوا عن خطتهم وحضروا الملك البديل بعد ما يقتلوا أحاز عشان يموت في جلده، يعني عشان يترعب. فخلاص أعلنوا الملك اللي جاي يقعد مطرح أحاز على اعتبار هيموتوا أحاز وبيته كله. فقال له طب أنا سامع ده كله. أيوة تأمروا عليك وقالوا هنقوض المملكة ونفتحها ونحط ملك مطرح أحاز اسمه فلان كمان. ساعات الواحد لما يكون قدامه مشاكل ضخمة بينسى أن ربنا عارف كل الأسرار. يعني أنت مش يمكن مش عارف المؤامرات اللي بتتعمل عليك، لكن تفتكر ربنا مش واخد باله؟ ما ربنا عارف كل حاجة، لكن أنت اللي قلقان ليه؟ ده فاحص القلوب. هي في مؤامرة ممكن تكمل، أما كانش ربنا يسمح لها تكمل يا ما أبطل مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافئين والظاهرين. في كل جيل على فكرة يبطل مؤامراته، وتلاقي المؤامرة اتقلبت على أصحابها، زي مثلا في قصة أستير لما كانت في مؤامرة محكمة من هامان لإبادة شعب الله، محكمة وموثقة بورق رسمي والحكاية خلصانة يعني، وفي الآخر جت على هامان وعلى كل الأشرار وشعب ربنا رفع رأسه. في كل جيل كده. فهنا عاوز يقول له كل التفاصيل عندي، انت ما تعرفش التفاصيل اللي عندي يا أحاز. الموضوع أبسط من كده. تأمرت عليك أرام مع إفرايم وابن رملية قائلة نصعد على يهوذا ونقوضها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبئيل. هكذا يقول السيد الرب. بصوا بقى كلام ربنا رايح لأحاز عن طريق أشعياء. ربنا بيقول ايه؟ بيقول لا تقوم ولا تكون. يعني ايه؟ لما يعملوا ايه مش هديلهم اورشليم. الواحد يتعجب، يا رب طب انت قدامك ملك شرير ما يستاهلش تعمل معاه معجزه، ما
ساعات الواحد يفكر كده، طب ده إنسان شرير عبد الأوثان وأفسد شعبه، بتعمل معاه معجزة ليه؟ بتتدخل ليه لحماية شعبه؟ ربنا باله طويل ورحمته واسعة، يديله فرصة يقول ما يمكن برضو لما يشوفني اتدخلت وهو قال ما فيش فايدة يعرف ان انا ربنا ويرجع لي. يعني لسه يا رب ليك رجاء في مثل هذا الأحاز، الشخص اللي سمعته سيئة جدا واللي بهدل شعبك، لسه ربنا رحمته فعلا واسعة. فأم ربنا لوحده اتدخل وبعت أشعياء يقول له لما يعملوا ايه ما فيش ولا حاجة من اللي بيقولوها هتحصل، لا تقوم ولا تكون كل المؤامرات اللي في دماغهم دي. واظنكم تفكرين بلادنا عدت على حاجة زي كده، وكأن ربنا نطق من السماء وقال ايه لما يقولوا ايه لا تقوم ولا تكون، لان ربنا يقول كن فيكون ولا تكون يبقى لا تكون. انما البشر يقولوا زي ما هم عاوزين، يطلعوا ايه شعلة مدخنة فشوية غضب كده يطلع من الناس، لكن عند ربنا ما يسواش. هكذا يقول السيد الرب لا تقوم ولا تكون، لأن رأس أرام دمشق، يعني إيه؟ يعني أرام هيلف ويرجعوا دمشق تاني، ورأس دمشق رصين وكبير دمشق رصين، هيرجع بلده تاني ويطلع من الموضوع. وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا. ما هو البعبع التاني إفرايم أو إسرائيل، الأولاني أرام ده هيلف ويرجع وهتبطل المؤامرة لأن أرام ده شعب قوي. طب إسرائيل وإفرايم هما برضو شعب مش قليل، قال وإفرايم دول بقى هيتكسروا خالص في مدة 65 سنة، لأن حصل بعدها بكم سنة حاجة بسيطة، دخلوا الأشوريين دخلوا على إسرائيل على إفرايم وإسرائيل، بهدلوا 10 أسباط خالص وكانت مذبحة وقتلوا مئات الآلاف، وإفرايم دي انهارت تماما كجيش. وبعد 65 سنة جابوا الأشوريين سكنوهم مطرح يهود إسرائيل، ومن هنا جت فكرة السامريين. تعرفين ليه السامريين مكروهين من اليهود؟ السامريين دول خلطة غريبة من الأشوريين اللي جم مستعمرين على يهود الشمال اللي هم بتوع إسرائيل مش بتوع يهوذا، فجم بعبادتهم وخلطوا في العبادات، سابوا يعبدوا ربنا لكن ما فيش مانع يعبدوا كمان آلهة أخرى، وقدسوا جبل جرزيم. ومن هنا تسمعوا أن السامرة يعني مكروهة عند اليهود. المسيح مرة شتموه قالوا أصلك سامري، يعني كانت شتيمة بالنسبة لهم لما يقولوا على واحد سامري كأنه يعني ملوش في ربنا. فهنا قال في 65 سنة كل المنطقة الجديدة دي بتاعت إسرائيل، كل الشمال ده المرعب ده هينتهي تماما، بسبب أن الأشوريين اللي كانوا هيلجأوا لهم ركبوا فوق رأسهم وكسروا بلادهم ودخلوا واحتلوا ولخبطوا. فيقول إيه؟ رأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا، يعني مش هتقدر حتى تسميه شعب إسرائيل تاني، مش هتعرف تسميه شعب إفرايم من كتر البهدلة اللي فيها، لا يلقب بشعب. ورأس إفرايم السامرة ده اللي هيفضل من بقايا إسرائيل، ورأس السامرة حاليا ابن رملية، يعني ابن رملية ده آخره هيقعد على حتة تعبانة كده اسمها السامرة. فكأن ربنا من كتر ما عاوز يطمن أحاز على فم أشعياء قال له احترس واهدأ لا تخاف ولا يضعف قلبك، البلدين دول أو الملكين دول شعلتين مدخنتين بحمى وغضب، وعشان أقول لك من الآخر كل اللي بيعملوه لا يقوم ولا يكون، وإن كان على بتاع أرام هيلف ويرجع بلده مكسور، وإن كان بتاع إسرائيل ده مش هيكمل 65 سنة مش هيتسموا شعب من أساسه. يعني اداله كل العلامات المطمئنة، قال له أنا مش هسيبهم خطتهم تكمل، وبقول لك من الآخر اللي هيحصل كمان. طبعا ما فيش حاجة مريحة أكتر من كده، واللي بيكلم ده أشعياء يعني مش بيقول كلامه بس، ده رجل الله. وبعدين حط في آخر الرسالة المعزية دي إيه؟ قاعدة جميلة جدا نحتاج دايما الرجوع ليها. قال إيه؟ إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. نهاية الجملتين الحلوين بتوع أشعياء دول قاعدة ذهبية نحتاج كلنا نعيش بها طول العمر.
شوف يا حبيب، لو ما صدقتش مش ممكن يبقى عندك أمان. ربنا جه بنفسه ووعد بنفسه وقال وشرح وتدخل، بس طول ما انت يا أحاز ما عندكش إيمان هتفضل مرعوب زي ما انت، هيفضل قلبك كركفان شجر الوعر أمام الريح. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. ولو بصيتوا لحياتكم هتلاقوا كلنا عندنا نفس الأزمة دي، أي لحظة ما فيهاش أمان هي لحظة عدم إيمان. كونك قلقان على بكرة عدم إيمان، كونك فاقد الأمان بسبب ظروف معينة، قلة فلوس، مشاكل مع ناس، صحة ملخبطة، مشاكل في ولادك، مشاكل في الشغل، فمديالك شعور بعدم الأمان. المشكلة مش في الظروف، المشكلة في اللي في قلبك. رصيد الإيمان مش مكفي. لو عندك شوية إيمان قد كده، صغير قوي، حبة خردل، كنت زحت جبل القلق ده كله وكان عندك أمان. بدليل ان في ناس ظروفها اصعب مننا كتير قوي تلاقي عندهم امان، وفي ناس عندها مشاكل تعتبر تافهه لكن عايشين في رعب مستمر. ان لم تؤمنوا فلا تامن. مشكلتنا كبشر ان لما بنلاقي ظروف تقلق يبقى كل اللي عاوزينه ان الظروف تتغير، وربنا ساعات يسيب الظروف ما تتغيرش ويفضل يوشوشنا بنفس الرساله. يا حبيب الظروف تضرب تقلب ما تفرقش، انت احتفظ بأمانك، انت ما تضطربش. هو انا سيبتك؟ هو انا خزلتك؟ انا بقول لك لا تقوم ولا تكون. ايه يعني المشاكل اللي حواليك يعني هيحصل ايه يعني؟ ما انا مش هسيبك، بس قول يا رب، بس حتى نادي عليا. ان لم تؤمنوا لا تأمنوا. افتكروا يا جماعه لما تلاقوا الظروف من بره مش راضيه تتغير والمشاكل مش راضية تتحل، يبقى ربنا له غرض تاني، ان الايمان جوه يزيد. لو الايمان جوه زاد يبقى ما بقتش فرقة تتحل او ما تتحلش، ما خلاص الامان رجع والسلام رجع، تتحل منين ما تتحل بقى خلاص. لكن احنا مشكلتنا مركزين عينينا برانا، عاوزين الظروف تتغير، المشاكل تتحل والاعداء يمشوا من وشنا. طب ما هو ده ضعف ايمان، لأن لو عندك إيمان يبقى معاك أمان على طول. إيمان تشيل اليه تبقى أمان، بالضبط كده، وسلام تحط لها ته تبقى تسليم، هي نفس المفردات دي لزقة في بعض. في السبعينية، في الترجمة السبعينية جاية الآية دي بمفهوم مختلف اختلاف بسيط، يقول إن لم تؤمنوا لا تفهموا. هي زي لا تؤمنوا، إن لا تؤمنوا لا تأمنوا، جاية بمعنى لا تفهموا حكمة ربنا في تأمينكم، بس ربطنها في السبعينية شوية في اليونانية يعني بكلمة الفهم. برضو الكلام هنا مفيد، ودي أغسطينوس كاتب فيها تعليق طويل، انه لما الواحد ما يصدقش، ما يكونش عنده إيمان، يفضل دايما مش فاهم، مش فاهم ايه اللي بيحصل، ودايما متحير، ويفضل حياته كلها زي التايه كده. أول ما إيمانه يتقوى يبتدي يفهم كل حاجة، يفهم ربنا ليه بيعمل كده. يعني مثلا يوسف كان إيمانه قوي، كان واحد زي يوسف كان ممكن طول الوقت يقول أنا مش فاهم حاجة، ليه ربنا خد أمي بدري؟ ليه ربنا حرمني من أبويا؟ ليه حبيت إخواتي عملوا فيا كده؟ ليه لما أمشي كويس أتسجن؟ وكان ممكن يفضل طول الوقت يقول مش فاهم حاجة. إنما لأن الشاب ده كان إيمانه قوي، الحقيقة هو نفسه اللي شرح لإخواته اللي حصل له، قال لهم أنتم قصدتم شر، الرب قصد به خيرا لاستبقاء حياة. أنا لولا اللي حصل لي ده ما كانش حد عاش، لا أنا ولا مصريين ولا بتوع فلسطين اللي زيكم، لاستبقاء حياة. أنت يعني كنت فاهم؟ قال طبعا فاهم، من عندي إيمان فمتأكد أنه مش بيلخبط، أنا متأكد أنه بيتصرف صح وحاسبها كويس وعارف بيتدخل إمتى وعارف يتدخل ازاي. إذن الإيمان يعطيك أمان والإيمان يعطيك فهم. كل ما إيمانك زاد كل ما بقيت فاهم. أيوة ربنا عاوزني أتعلم صبر، أنا ناقصني صبر، شاطر إنك فهمت. أيوة ربنا عاوز يشيل كبريائي عشان أنا فيها كبرياء، فهمت يا رب، شكر، يبقى عندي إيمان خلاني أفهم. أيوة ربنا مش راضي المشروع يمشي،
لان انا ما بصليش كويس، خلاص انا فهمت يا رب، عاوز نصلي هصلي، نصلي اكتر. ان لم تؤمنوا لا تفهم. احاز على قد ده كله ومخه ما بي زي ما هو، يشوف اشعياء بعينيه وتجيله رساله معزيه واخبار مطمئنه وتفاصيل كامله وكلام يعني يرفع الواحد من اكتر حالات القلق والخوف، انما احاز سيطر عليه الشيطان والوثنيه والاتكال على الاوثان وبعت لاشور الحقوني. فاشعياء مهما بيتكلم كلام ما بيدخلش خالص، زي موسى وفرعون كده، كان موسى يتكلم مهما يتكلم فرعون مع دماغه خالص مش سامع ومش شايف اللي بيحصل. ثم عاد الرب فكلم احاز. طبعا ربنا عارف ان احاز كل ده وما تاثرش ومصر على خطته. خطته ايه بقى؟ نجيب اشور ينقذونا من اسرائيل وارام. واللي قاله ربنا والوعد الالهي واشعياء النبي المحترم ده العظيم، واشعياء دلوقتي بقى له في النبوه كتير لان ده نبي وقت ابوه وقت جده، يعني اشعياء بقى له زاد عن 30 40 سنه نبي، فراجل معروف ان كلمته لا يمكن تنزل الارض وكل الناس بتحترمه جدا. ومع هذا احاز مش راضي يصدقه، اصل اللي مشغل عقله بزياده لما ربنا يظهر له ما يرضاش يصدق، ولما تجيله رسائل روحيه صريحه جدا ما يرضاش يستقبل. ليه؟ مخه تعبه، عمال يقول حاجات مختلفه. فربنا زي اللي زعل، صعب عليه. يعني اعمل ايه طيب تاني يا احاز؟ يعني اللي زيك كان ممكن اسيب بلدك انت وبلدك يحصل لهم اللي يحصل لهم، ما انت اساسا ما تستاهلش. لكن انا قلت نحاول ننقذك من الوثنيه اللي انت فيها دي. فكل عاد الرب فكلم احاز قائلا. يبقى الرساله الاولى كانت رساله تشجيع ورساله رجاء ورساله طمانينه، الرساله الثانيه رساله مليانه عتاب. عاد الرب فكلم احاز قائلا: اطلب لنفسك ايه من الرب الهك، عمق طلبك او رفعه الى فوق. رساله غريبه جدا. هو عارف ان احاز مش موافق، مش مصدق، ما اقتنعش بولا حاجه من اللي قالها اشعياء. ربنا اللي بعت مع اشعياء بيقول له اطلب اماره عشان تتاكد ان اللي بيقوله ربنا هيحصل. في اكتر من كده عرض، اطلب يا سيدي معجزه. عاوز تقول لي زي يشوع: وقف يا رب الشمس في السماء نوقفها لك. شوف انت عاوز ايه بقى، اللي انت عاوزه عشان بس نقنعك انه ربنا قال كلام مش كلام، ده اللي هيحصل بالظبط. فربنا اللي بيعرض، تصوروا ربنا اللي بيعرض بيقول له شوف انت عاوز ايه عشان تصدق. صدقوني الواحد يتكسف من نفسه لما ربنا يقول للواحد فينا قول لي اقنعك ازاي اني بحبك، قول لي ايه العلامة اللي انت عاوزها عشان تصدق اني مش هسيبك. في اكتر من كده دلع، ويا سيدي رفع طلبك زي ما انت عاوز، اطلب اللي انت عاوز. هو يعني في حاجة صعبة؟ او عمقه الى رفعه الى فوق، او عمق طلبك، يعني ايه؟ لو هتجيب لي من تحت البحر هجيب لك، لو هتجيب من فوق السماء هجيب لك. شوف انت عاوز ايه عشان اثبت لك ان انا الكلمتين اللي اتقالوا دول هيحصلوا. هتعجب من رحمه ربنا مع شخص عنيد زي احاز ومكابر ومصر على عقلانيته. وده اللي بيحصل صدقوني مع بشر كتير دلوقتي، تلاقي رفض وجود ربنا. طب انت عاوز ربنا يعمل معاك ايه عشان تعرف ان ربنا موجود؟ وتقول اقول لك لا مش عاوز حاجه. طب صدقني انت لو طلبت يمكن ربنا يثبت لك انه موجود بطريقتك كمان. مش عاوز، خلاص زي اللي مغمض عينه يقول الشمس مش موجود ومصر على كده. طب افتح عينك. لا مش هفتح. يقول هنا عمق طلبك او رفعه الى فوق، زي اللي بيعاتبه يقول له ده انت حتى ما صليتش صلوه، ده انت يا احازم حتى ما رفعتش عينيك وقلت لي الحقني يا رب، ده كان اي طلب منك كنت هتلاقيني عملت معجزات، انما انت مش عاوز تطلب خالص. طب ده كل اللي انا بقوله ده واقف على طلب منك. الموضوع مش طالب، مش صعب يعني، اطلبه تجده، ما
اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يطلب يجد، كل من يسأل يأخذ، كل من يقرأ يفتح له. عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. يوم أحس بقى المستفز، بقى المستفز دي مش شتيمة لأنها جاية دلوقتي، فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. يا سلام على الأدب، شوفوا جابها في إيه. أصل هو برضو يهودي الأصل، ففاهم أن الشريعة بتثنيها، بتقول إيه؟ لا تجرب الرب إلهك. أنت جايب الآية في الحتة الغلط خالص. تعرفين لما الآية الشريعة قالت لا تجرب الرب إلهك يعني إيه؟ يعني ما تكسرش وصية ربنا وتحط ايدك في وسطك زي العيال وتقول وريني بقى هتعمل فيا ايه. دي اسمها لا تجرب الرب الهك. لا تجرب الرب الهك يعني ما تقفش قدامه في تحدي، ما تعملش الغلط عيني عينك وتقول يعني هيعمل فيا ايه، حاسب. فهنا هو حطها في استخدام مختلف خالص، لان في ايه تاني بتقول هاتوا العشور وجربوني. يعني ايه؟ جرب الله في وعوده لكن لا تجربه في وصاياه. فاهمين الفرق؟ يعني ما تتحداش ربنا في وصية وتقول له هكسرها ووريني هتعمل فيا ايه. لا، لا تجرب الرب إلهك. لكن ربنا يقول لك هكون معاك، جربه، جربه، ما فيش مانع، مش ما يزعلش لانه قد كلامه. فقام أحاز بدل ما ياخد الآية دي في موضعها قلبها وفصلها على الموقف بتاعه، قال يعني تهذبا وأدبا، قال أنا مطلبش ولا جربش ربنا. فهمتوا الفكرة؟ يعني هو مش عاوز يطلب لأنه هو أساسا ما عندوش إيمان بربنا، هو بيعبد أوثان، ومش عاوز يطلب لأنه مش عاوز يؤمن، مش عاوز يرمي ثقته على ربنا. خلاص هو بعت لأشور وحطت ثقته فيهم، فمش عاوز يطلب ربنا بأي درجة. مصر يخلي الفلوس هدف أو الفلوس حل أو البشر هم الحل، مصر. فقال أنا مش هطلب، وقال يعني مش هجرب ربنا. فهنا بقى زي إيه اللي ربنا زعل خالص. فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ يعني هي بالبلدي كده زي ما هقولها كده، يا أخي مش كفاية عليك زهقت البشر، هتزهق ربنا منك؟ هو زهق الناس من كتر الفساد اللي عمله في البلاد. قال له ده ربنا مطول باله، انت مصر تزهقه منك، تضجره إلهي. يعني انت أضجرت الناس منك، خليت الناس تهج من كبريائك وعندك، كمان مع ربنا اللي باله طويل عاوز تستوفي كل فرص التوبة، عاوز تخليه لازم يغضب عليك. ليه بتعمل كده؟ أقليل، بصوا الآية تقول إيه، هل هو قليل عليكم؟ ده بيكلم بيت داود لأنه هو ده حفيد داود. هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ فربنا زعلان، قال له يعني الناس ما قدروش يستحملوك وأنا مستحملك، لكن أنت عاوز توصل لإيه؟ عاوز تزهقني منك؟ عاوز تخسر كل فرصك خالص؟ مش كفاية اللي عملته في الناس، كمان عاوز تعمل في ده كله؟ كفاياك يا أحاز افترع، كفاياك غش، انت بتضحك على روحك مش بتضحك على حد غريب. فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ شوف يا حبايب، الواحد لما يبعد عن ربنا يزهق الناس ويزهق ربنا فعلا، ولما يرجع لربنا يريح الناس ويريح ربنا. فأحاز بعد قوي، فبقى كل الناس تعبانة منه، واللي مش واخد باله منه ان ربنا نفسه مستحمله خالص، وكل لما يدلع فيه ويحايل فيه ويقرب منه يزق ايده ويبعدها عنه. فقال له طب ما كفاية عليك الناس كلها بعدت عنك، ما تنتبه بقى، انت هتبعدني انا كمان عنك؟ خلاص هتروح جهنم برجليك، كفاية كده. قال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن هنا بقى عند لكن دي استغربوا اللي هيحصل. ربنا أصله دلوقتي في موقف أخطيت يعني تجاوزا، أقول صعب. ليه؟ يا رب الشخص ده ما يستاهلش، خلاص بقى ده حكم على نفسه بالهلاك،
ده رافض حتى تدخلك، ده انت بتجيب له الحكاية لغاية عنده بيزق ايدك. انما ربنا عارف ان دي مأساة البشر كلهم مش احاس بس. من ينقذ كل هؤلاء من العند البشري، من الفساد اللي دخل الطبيعة؟ الموضوع اكبر من احاس وغلب احاس، الموضوع عندي وعندك وعند كل الناس. فنفاجأ ان ربنا اعلن لأشعياء في اللحظة دي، قال له شوف، لو الناس كلها زهقتني زي احاس ده، انا عندي حل، وحل ما يخطرش لحد على بال، وحل مش مشكلة احاس وشعبه ويطلع من المأزق. انا من الاول قلت لك الموضوع عدى خلاص، لا يقوم ولا يكون. لا، ده انا عندي حل جذري لمأساة البشرية كلها. عشان انا بقدم للآية اللي جاية دي لانها آية جميلة جدا. فبعد ما قال له يا اخي زهقت الناس وزهقت ربنا، قال ولكن، بصوا اسمعوا بقى، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. يعني ايه بقى السيد؟ قلنا السيد الرب. يعطيكم آية، ده ما حدش طلب. أحاز قال له اطلب آية، عمك طلبك رفعه، قال له مش هطلب. فربنا زعل، قال له طب انا هديك آية، بس بقى مش هديك آية شمس تقف في السماء، ولا أرض بحر يتشق، ولا صخرة تطلع مية. ده كل ده كلام صغير بقى. أنا أعطيكم نفسي آية. إيه ده بقى؟ ده كلام يخلي الواحد شعر راسه يقف. يعني إيه؟ قال أنا بنفسي هبقى المعجزة. يا رب إزاي؟ ده كلام كبير. كيف تعطينا نفسك أنت آية؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ عرفتوا جت فين؟ مكانها غريب جدا. عاوز يقول شوف، مع عند البشر وكبريائهم ودماغهم النشفة وبيضيعوا فرص الغفران، أنا عندي حل بعيد عن ذهنهم خالص. أنا هاجي بنفسي، هاجي بنفسي أكون أنا المخلص، هغير طبيعتهم البشرية من جواهم كده. أعطيكم نفسي آية، السيد يقول كده، يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل؟ لأن طبعا دي معجزة، دي آية في حد ذاتها، أن العذراء تحبل. والعذراء هنا في اللغة لا تحتمل فكرة الزواج. يعني الآية دقيقة لدرجة أنه فاكرين كلكم قصة سمعان الشيخ لما دارت الأيام وقبل المسيح بفترة، كانوا بيترجموا الكتاب من العبرية لليونانية، وحب يحط كلمة العذراء يعني بطريقة كده تحتمل فكرة أنه يحصل أي ارتباط جسدي عشان تجيب عيل. قالوا الملاك، قال له لا، تكتب في اليوناني عذراء بنفس الدقة اللي كتبت في العبرية، لأنها عذراء لا تعرف رجلا وستحبل، لأنها آية، عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. طبعا ده أول مرة حد يتسمى عمانوئيل. ليه؟ لأنه هو الله نفسه والله معنا. بمعنى إيه؟ على قد ما الموقف فعلا مستفز، لله له كل المجد، زي موقفنا احنا دايما من ربنا عمال يقول لنا صدقوني، ثقوا فيا، إن لم تؤمنوا لا تفهموا، إن لم تؤمنوا لا تأمنوا، عمقوا طلبكم، رفعوا طلبكم إلى فوق. وإحنا عمالين نخاف من روحنا ونخاف من الأيام وعمالين نجري وراء أكل وشرب. فيقولوا بعدين فيكم أعمل إيه؟ طيب، لا أنا هقول لكم بقى، أعطيكم نفسي آية وأجي أعيش وسطيكم وأوريكم ممكن تعيشوا صح إزاي، وأنقذكم من الظلمة والفساد اللي في طبعكم، وحرركم من إبليس واللي عمله فيكم. يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. الآية دي هي اللي بيبدأ بيها إنجيل متى في العهد الجديد. أول إصحاح في إنجيل متى بيحط أول نبوة من هذا النوع، كي تقل يتم ما قيل في الأنبياء، هل عذراء تحبل وتلد وتدعو اسمه عمانوئيل. زبدا زبدا وعسلا لا يأكل، يأكل متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير. ما هو لما سمع السيد يولد بقت لغز، السيد الرب يولد من عذراء، بقى في تساؤلات كتير، يعني هيبقى إنسان بجد ولا كده وكده؟ فعلى طول الآية اللي بعدها بتأكد، لا هيبقى إنسان بجد، هياكل زينا وهيكبر كطفل زينا. فيقول زبد وعسل هياكل،
ومن سن صغير هيعرف يميز الشر ويختار الخير، يعني سينمو كطفل نموا طبيعيا، هيبقى له كل الخصائص الإنسانية زيه زي أي إنسان. هو من الأول بيقول ده السيد، السيد نفسه يعطيكم نفسه آية، إذن ده ربنا. ولكن السيد ده لسه شايفينه الإصحاح اللي فايت قاعد على العرش وحواليه السرافيم، وكان منظره مهيب جدا، عمالين يقولوا أجيوس، هو نفسه هيتولد من عذراء، يعطيكم السيد نفسه آية، يأكل متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير. لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها. يعني إيه؟ شوفوا في النبوات في حتة كده ياريت تحاولوا تفهموا. النبوة تشير بدقة إلى حدث في الأيام المستقبلة يخص المسيح، ولكن النبي نفسه كان فهمها أحيانا بشكل يخصه. يعني إيه؟ أشعياء نفسه كانت هيجيب عيال، وواحد من عيال عقبال ما هيبقى سنتين هيبقى الملكين دول ابن رملية، فقح ابن رملية ورصين هيمشوا. فقال له عقبال ما هتشوف ابنك يا أشعياء يدوب بيمشي هيبقوا الملكين دول اللي عاملين رعب في المنطقة هيمشوا. إن كان على يعني مشكلة أحاز هتخلص في عمرك يا أشعياء وتشوفها بعينيك. وهنا في نبوات كتيرة بيبقى لها حدث قريب مباشر وحدث بعيد أهم يخص المسيح نفسه. تاني الحتة دي زي إيه؟ زي لما سألوا المسيح عن علامات الأزمنة. علامات الأزمنة في ذهن اليهود السائلين التلاميذ كانوا اللي يهمهم أورشليم دي هتقع، معقول أورشليم دي هتخرب، الهيكل ده هيخرب؟ قال لهم هيخرب. فبدأ يذكر علامات خراب الهيكل، إنما هم ربطنها بعلامات نهاية الأيام. فبعد ما اداهم شوية عن علامات نهاية اليهود نفسهم وأورشليم وخراب الهيكل وقال لهم حجر على حجر مش هيقعد، ابتدى يكلمهم على نهايات الأزمنة، لأن عندهم كانوا ربطين الحدثين ببعض. فلما تسمع مثلا أن أرمية في مراثي أرمية بيتوجع بشدة وبيقول مثلا الحصى دخل سناني، لأن أرمية اتضرب واتبهدل، هي حصلت مع أرمية ذاته لما كان بيهان وبيضرب، لكن تخص المسيح بالأكثر بعدها بستمائة سنة. أيوب في شدة أحزانه هو عبر عن آلامه، حصلت في أيوب نفسه، لكن هي تخص المسيح بالأكثر بعدها بزيادة عن 1500 سنة. فالنبوات لها سر عجيب، إنها دقيقة جدا على المسيح، ويمكن بشكل أقل دقة تخص النبي نفسه عشان هو مش فاهم إيه اللي بيقوله ده، فلازم بيحاول يطبقها على زمنه بشكل أو بآخر. فالآية دي حكاية تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها، هو الملكين اللي تعبينه إيه؟ بتاع أرام وبتاع إسرائيل، والقصة كلها ماشية كده. قال له إن كان على الشغلة دي اللي تعباك قوي مع فرطاك دي مش هتكمل سنتين وهتشوف وهتخلص. بس أنا بكلمك في موضوع أخطر، هي نفس الرسالة اللي تخص كل واحد فين. ربنا بيتكلم في موضوع أخطر كتير من مشاكل شغلك أو مشاكل صحتك أو مشاكل الفلوس. ربنا بيكلمك في مشكلة جهنم اللي ممكن بعد الشر يبقى مصيرنا فيها، أو مشكلة السماء الذهب يعد لنا فيها مكان. احنا بقى عنينا ودماغنا في المشكلة بتاعت النهاردة، عاوزين يخلص دي. يا حبيبي هتخلص، لا تقوم ولا تكون، موضوع بسيط، لا تخاف ولا يضعف قلبك، دي أمور كده على الماشي، هيخلص ويجي غيرها، لأن هي حياة الإنسان سلسلة من المشاكل. خلينا في المأمورية الأكبر، خلينا في الخلاص الأعظم، خلينا من خلاص من الموت، من الهلاك الأبدي، من النار الأبدية. هو ده اللي المفروض يشغلك، هو ده اللي المفروض يفرحك لما تسمع الخبر بمجيء المخلص هالعذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل. أما أحاز ما بيعرفش يبص غير تحت رجليه، كل اللي يهمه نخلص النهاردة من ملك أرام وملك إسرائيل، مش عاوز يفكر أبعد من كده. طيب خلاص هخلصك منهم؟ لا، مش عاوزك يا رب، عاوز ملك أشور يخلصني. يبقى أحاز بعد كل ده للأسف مش غلط.
يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت أبيك أياما لم تأتي منذ يوم اعتزال إفرايم عن يهوذا أي ملك أشور. قال له مش أنت كان نفسك في ملك أشور؟ هتشوف أيام ملك أشور السودة. مش أنت رحت للشيطان برجليك تقول له الحقني يا شيطان؟ طب شوف الشيطان هيعمل فيك إيه. مش أنت افتكرت الغش والكذب وشوية ناس بطالة ينفعوك؟ طب شوف هيعملوا فيك إيه. انت رايح لملك أشور بعد كل اللي بقوله لك، بعد كل الوعود دي، بعد كل الرؤى دي، شوف الايام اللي جايه شكلها ايه. يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت ابيك اياما لم تاتي منذ يوم اعتزال افرايم عن يهوذا اي ملك أشور. يعني انت هتشوف افرايم طالع هتبقى فرحان وتقول المشكله خلصت وافتكرت بتوع أشور اللي نجدوك. شوف بتوع أشور اللي جايين ينجدوك دول هيعملوا فيك ايه. هتقول إفرايم كان رحمة. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يصفر يعني يعمل صفارة للذباب الذي في أقصى ترع مصر. ما هو كان بيختار يجيب من أشور ولا يجيب من مصر؟ قال له الاثنين هيزبطوك. أنت بتصفر لبتوع مصر، بدل ما يجي لك جيش من مصر يجي لك دبان مصر. الزار دبان مصر ده إيه؟ يعني مسجل في العهد القديم والعهد الجديد، ماركة مسجل. يقول يصفر للذباب الذي في أقصى ترع مصر وللنحل الذي في أرض أشور. طبعا ده أسلوب مجازي جميل، يعني هيجي لك أسوأ ما في البلاد دي اللي انت اتكلت عليها، النحل اللي هيقرسك من أشور والدبان اللي هيعذبك بتاع مصر. فتأتي وتحمل جميعها وتحل جميعها في الأودية الخربة وفي شقوق الصخور وفي كل غاب الشوك وفي كل المراعي. يعني هتلاقي بلدك خربت حتة حتة ولا حاجة سليمة. النحل والذباب هنا رمز بقى لكل أنواع الضيقات والمتاعب والشرور اللي جاية ليه؟ لأنه أصر يقول مش عاوز ربنا وعاوز بتاع أشور. في ذلك اليوم يحلق السيد بموس مستأجرة في عبر النهر بملك أشور الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية أيضا. يعني إيه؟ هتلاقي ملك أشور ده برضو بالبلدي قشطكوا حتة حتة، يعني إيه؟ يشيل منكوا ولا حاجة، مش هتلاقوا ولا حاجة في أرضكم. فبرضو الأسلوب المجازي كأن ملك أشور هيحلق الدقن والشعر وحتى شعر الرجلين، يعني مش هيسيب لكم حاجة خالص في بلدكم. وده بالضبط الشيطان بيعمله في البشر. لما الابن الدار راح ورا أصحابه انتهى انه يشتهي الخرنوب اللي بتاكله الخنازير، يعني بقى اقل من الخنازير. هو ده المستوى اللي الشيطان بيسوق الناس فيه، في الوقت اللي ابوه بتعز وبتحب وبتفرح وبتكرم وبت كل حاجه حلوه. ويكون في ذلك اليوم ان الانسان يربي عجله بقر وشاتين، ويكون انه من كثره صنعها اللبن ياكل زبدا، فان كل من ابقي في الارض ياكل زبدا وعسلا. يعني ايه؟ على النقيض بقى، اللي يتمسك بالوعد ويثق في إله إسرائيل، حط همه في ربنا تلاقي الخير عنده بلا حدود. يبقى تبقى الموقف واضح جدا، اللي اتكل على بتاع البشر مزلول كل الزل، واللي مسك في ربنا وقال ماليش غيرك يا رب لقى كل الخير. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين. ناخد آية من خمس كلمات، عدد أربعة: احترز واهدأ لا تخف ولا يضعف قلبك. قولوا معايا: احترز واهدأ لا تخف ولا يضعف قلبك. كمان مرة: احترز واهدأ لا تخف ولا يضعف قلبك.